يصل إليك. إنها الثانية بعد منتصف ليلة التاسع من إبريل نيسان لعام 1948. بين الأشجار المتناثرة حول قرية دير ياسين الفلسطينية، كمن رجال العصابات اليهودية حابسين أنفاسهم يترقبون ساعة الصفر. رشاشاتهم مصوبة نحو صدر القرية، وها هم قادة الجماعات يتفقدون الجنود ويوزعون على كل واحد حصته من الذخيرة والقنابل. تستعد الآليات العسكرية المصفحة بالفولاذ للفتك بسكان القرية. يقودها مناحيم بيغن، أحد أبرز القادة المتطرفين في الحركة الصهيونية. أنا كنت عمري 8 سنين، كانت الساعة 5، كنا نايمين، دخلوا على البيت ورش أبوي، قتلوه. أمي راحت أسيرة. ذبحت العصابات الصهيونية الموجودين في القرية من الأطفال والنساء والشيوخ. قتل السكان بدم بارد. ألقيت النسوة في بئر القرية بعد أن بقرت بطون الحوامل منهن، ونكل بمن استبسل للدفاع عن بيته وقريته. جبت أخوي ومشيت من السرير، رحنا مع جيراننا هربنا، وإحنا هاربين على عين كارم في اللي سيد عمره 70 سنة كان مقتول ومرمي في الأرض. أثرت فيه سيدي أبو أبوي، وقتلوا جميع الناس منهم خالي أخو أمي كان عمره 30 سنة. طلعوهم من البيت وصفوهم كلهم صف واحد بالصهاينة ورشوهم. عمة حرقوها، هي وولادها حرقوها في البيت. أكثر من 100 شهيد سالت دماؤهم بين ليلة وضحاها. ولحد الآن ولا أزال أذكر دير ياسين. كيف سيطرت الجماعات الصهيونية على أراضي الفلسطينيين؟ وكيف نشأت دولة اليهود المعروفة بإسرائيل؟ وهل فعلاً هذه الدولة هي طموح اليهود حول العالم؟ أهلاً بكم في رواية، الذي يأتيكم عبر منصة البودكاست موجة من TRT عربي، وأنا أحمد الكريري. من الواضح إذن أن هرتزل يوم أن قال لصديقه في المؤتمر الأول إن كل شيء ستجري تسويته لاحقاً لم يكن يهذي. لقد كان الرجل واثقاً حتى وإن لم يشهد ما جرى بأم عينه. توفي هرتزل قبل وعد بلفور وقبل قيام إسرائيل على أرض فلسطين، ولكن التسوية التي خطط لها حدثت فعلاً، وكانت هذه التسوية مغمسة بدم الأبرياء أصحاب الدار. بعد الإعلان عن وعد بلفور لم يهدأ لقادة الحركة الصهيونية بال، يريدون تكحيل أعينهم بغروب الشمس في يافا وحيفا في أرض الميعاد. مات هرتزل، ولكن فكرته لم تمت، فهذا قائد صهيوني جديد يتبنى الأفكار نفسها ويسير على الخطى. إنه ديفيد بن غوريون، بولندي النشأة، القادم إلى فلسطين مع أولى الجماعات المهاجرة من بلدان أوروبا المختلفة. شاب طموح في مقتبل العمر، يؤمن بما يعرف بالصهيونية العملية التي تسعى لإقامة الدولة الإسرائيلية وتدعيم أركانها بقوة الأمر الواقع. ترأس بن غوريون الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية التي نشطت لتعجيل هجرة اليهود إلى فلسطين وطرد العرب والسكان الأصليين وتوطين اليهود مكانهم.
عام 1937 قدمت الوكالة اليهودية مذكرة إلى لجنة بيل البريطانية والمعروفة رسمياً باسم اللجنة الملكية لفلسطين، إذ كانت لجنة تحقيق ملكية بريطانية نظمت لاقتراح تغييرات على الانتداب البريطاني على فلسطين في أعقاب اندلاع الثورة العربية فيها في الفترة بين 1936 و 1939، إذ اقترحت الوكالة اليهودية على اللجنة ترحيل الفلسطينيين إلى شرقي الأردن ليأتي الرد بالموافقة على هذا الطلب، وليعلن عن تشكيل الوكالة اليهودية أول لجنة لترحيل الشعب الفلسطيني خلال المؤتمر الصهيوني العشرين في زيورخ عام 1937، ولتعقد لجنة الترحيل هذه اجتماعها الأول في القدس مباشرة بعد مؤتمر زيورخ. أفكار وأطروحات كثيرة وضعت لترحيل الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، محاولات للإغراء ببيع الأراضي والأملاك أو استبدالها في أماكن أخرى بدول مجاورة، حتى إن بعض قادة الحركة اقترح بحماس ترحيل الفلسطينيين، أتدرون إلى أين؟ إلى سوريا والعراق. فها هو بن غوريون مرة أخرى يكرر إصراره على اجتثاث العرب، ليرسل في عام 1942 رسالة إلى واشنطن بضرورة الإسراع في إجراءات طردهم من مدنهم وقراهم قائلاً: هذا البلد إما أن يكون لنا وإما للعرب، لن نستطيع البقاء فيه بالمشاركة، لقد عرفنا كيف نحل المشكلات المأساوية بصورة إيجابية، وأنا أقصد هنا نقل السكان. كنتيجة لانعقاد لجنة بيل عام 37 صدر قرار التقسيم عام 1947 الذي تقول الأمم المتحدة إنه صدر ليحل الصراع القائم ويحل معضلة اليهود في فلسطين. يتبنى القرار فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية فلسطينية، وتدويل منطقة القدس، أي جعلها منطقة تحت الوصاية الدولية. ونصيب الأسد في هذا التقسيم طبعاً لصالح اليهود كما تعلمون، فحظيت الدولة اليهودية بالمساحة الأكبر. امتحان لضمير العالم إذن. صدر القرار، دول أعضاء في الأمم المتحدة رفضته، من بين هذه الدول دول عربية كمصر ولبنان والسعودية وسوريا والعراق، إضافة إلى دول أخرى كتركيا واليونان والهند وكوبا وإيران. في المقابل دعم قرار التقسيم بطريقة قال وزير الدفاع الأمريكي عنها آنذاك جيمس فورستل في مذكراته: إن الطرق المستخدمة لضغط الدول الأخرى وإكراهها على الاعتراف بقرار التقسيم في نطاق الأمم المتحدة كانت فضيحة، إذ إنه ومن منطلق القوانين الدولية وبعد نهاية الانتداب تسلم البلاد إلى سكانها الأصليين حسب المادة الثامنة من اتفاقية جنيف الرابعة. زعماء صهاينة أيضاً رفضوا خطة التقسيم هذه مثل مناحيم بيغن وإسحاق شامير، أما السبب فكان الرغبة في السيطرة على كل الأرض الفلسطينية من دون اعتراف بوجود العرب فيها بتاتا. بعد قرار التقسيم بيوم واحد فقط في 30 نوفمبر تشرين الثاني عام 1947، ها هو صوت مناحيم بيغن الزعيم المعارض في الحركة الصهيونية، يبدو غاضباً أليس كذلك؟ لم يعجبه قرار التقسيم، اشتعل فتيل غضبه، وها هو غاضب عبر لقائه الإذاعي مصرحاً ببطلان شرعية التقسيم وأن أرض الميعاد بكاملها تشمل كامل الأرض التي كانت تحت الانتداب البريطاني بما في ذلك أيضاً شرقي الأردن، مدعيا: بيمش كما يثين نفش شكاف يخيلوا لعكيمة عفشلين يلا ما أعفكوا. كل هذه الأراضي ملك لليهود وستبقى إلى الأبد.
قررت القيادة الصهيونية أنه ما من سبيل إلى تحقيق حلم إنشاء الدولة إلا من خلال تشريد العرب وترحيلهم عن أراضيهم بالقوة. ها هي إذن العصابات اليهودية المسلحة بأذرعها المختلفة كالهاجنة وغيرها يتلذذون بممارسة الإرهاب ويتسابقون بحرق القرى العربية وتدميرها وارتكاب المجازر الجماعية تمهيداً لجلب اليهود المهاجرين. على الجانب الآخر، وإثر قرار التقسيم والاعتداءات الصهيونية بحق الفلسطينيين، اجتمعت الجامعة العربية حديثة الميلاد في حينه، واتخذت بعض القرارات كان أبرزها مذكرة الشجب والاستنكار، وإقامة معسكر تدريب للمتطوعين في قطنة قرب دمشق، وتكوين جيش عربي بقيادة فوزي القوقجي. بدأ بالفعل تنفيذ القرارات بتدريب الفلسطينيين على القتال وتشكيل جيش الإنقاذ. اعترضت بريطانيا برسالة مفادها أن بريطانيا تعتبر تسليح الفلسطينيين وتدريبهم عملاً غير ودي، فاجتمعت الجامعة العربية وتشاورت واتخذت قراراً بغلق معسكر قطنة في ريف دمشق. في جبهة موازية، تحالف بين المفتي أمين الحسيني قائداً سياسياً للنضال ضد اليهود وعبد القادر الحسيني قائداً للعمليات العسكرية والجهاد المسلح. اجتمع الناس على قيادة الحسيني الذي توجه إلى الجامعة العربية معلناً رغبته في تكوين حكومة فلسطينية وطنية يكون المفتي على رأسها كما يريد الشعب هناك، لكن الجامعة العربية رفضت الطلب من دون تبرير واضح. تحرك الشباب العربي في الدول العربية وعلى رأسها مصر وسوريا والأردن وطلبوا حمل السلاح والجهاد في فلسطين. رفضت الحكومات في بداية الأمر، ولكنها سرعان ما رضخت للضغط الشعبي، فخرجت الكتائب لتدافع عن فلسطين ولتحقق انتصارات هائلة في البداية بمستعمرات النقب وبيت لحم والخليل وبئر السبع، والحق يقال بأنهم حاصروا القدس حصارا شديدا. بالتوازي مع هذه الجبهات كانت وللأسف مدن عربية أخرى تسقط الواحدة تلو الأخرى. قوة عتاد الجماعات الصهيونية وتنظيمهم والدعم المساند لهم ساهم في ألا تدوم انتصارات العرب. مسلسل التهجير بدأ يأخذ منحا متصاعدا مع مجزرة دير ياسين في 9 إبريل/نيسان عام 1948، إذ انتشرت أخبار المجزرة بتفاصيلها المروعة كالنار في الهشيم بكل القرى والمدن الفلسطينية كأبشع مجزرة جماعية بحق المدنيين والشيوخ والنساء في منتصف القرن العشرين. تزامناً مع هذه المجزرة سخرت الهجنة إذاعتها السرية الناطقة بالعربية وعملاءها من العرب لإشعال الحرب النفسية والإعلامية، فكانوا يرسلون من يتكلم العربية بإتقان من اليهود وبزي عربي إلى القرى والمدن العربية لنشر الشائعات والأكاذيب وزرع الشك في نفوس العرب في فلسطين. أما بن غوريون المتيم بأفكار هرتزل فقد كانت عيناه صوب مدينتي يافا وحيفا. إنه 18 إبريل/نيسان من عام 1948، الجنود الإنجليز عازمون على الانسحاب من مدينة حيفا. يبلغ جنرالات الإنجليز قيادات الجماعات اليهودية عزمهم على إخلاء المدينة والانسحاب منها. ها هي جماعات الهجنة الموجودة في المدينة تتشكل وتستعد للحظة السيطرة على المدينة والأماكن الحساسة فيها فور انسحاب الإنجليز.
يحملون أسلحتهم ورشاشاتهم وينتشرون في حارات المدينة وأزقتها، يستفزون سكانها بالصراخ والشتم تارة، وبقذف الحجارة على بيوت ساكنيها تارة أخرى. ينسحب الجنود الإنجليز، تتقدمهم الآليات المدرعة، ومن خلفهم تسارع الجماعات اليهودية للتحصن في الثكنات العسكرية والنقاط المحورية التي تركها الإنجليز. ما هي إلا ساعات قليلة لتأتي المركبات العسكرية حاملة مكبرات الصوت تجوب شوارع مدينة حيفا، وتبث تسجيلات لأصوات الرعب وصرخات النساء العرب من قرى ومدن أخرى. توالت إذن سيناريوهات التهجير من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية، وما كانت إلا أياماً قليلة ليعلن بن غوريون عن قيام دولة إسرائيل، وليتوج كأول رئيس وزراء لها على جثث الأبرياء وبنزيف شلالات من الدماء في 14 من مايو أيار عام 1948. ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עשרת האומות המוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל. בעד אעלן الدولة لم يكتف الصهاينة بما أقر لهم في قرار التقسيم، بل تمادى الاحتلال في ابتلاع المزيد من الأراضي العربية إلى أن جرى ابتلاع معظم الأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها. تشرد قرابة نصف أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، يكتوون بلظى الشوق في كل يوم. اليوم علاقة متوترة بين الصهيونية ويهود العالم، إذ يؤمن كثير من اليهود بأن إسرائيل ما هي إلا أداة وظيفية ومادة استيطانية اقتصادية وقتالية لا تستند إلى الوعد الإلهي، وبأنها لا تتعدى كونها أداة بيد العالم الغربي الذي استغل العاطفة الدينية ووظفها لتحقيق مكاسب سياسية. صحيح أيضاً أن ادعاءات إقامة الكيان كانت دينية في جزء كبير منها، إلا أن جزءاً كبيراً من الصهاينة اليوم يفتخرون بتخلصهم من موروثهم اليهودي، وتبنوا النهج اللاديني ليصبح نهجاً شائعاً في إسرائيل. وعلى الرغم من أن المنظمات الصهيونية كانت تنظم الهجرة إلى فلسطين لتحقيق قوة ديموغرافية على حساب الفلسطينيين، فإن الحركة الصهيونية ومع اكتشاف اليهود الأحرار حقيقة مساعيها تواجه مع مرور الوقت تحدياً كبيراً يتمثل برفض المجتمع اليهودي فكرة الهجرة هذه. فاليوم يهاجر كثير من الإسرائيليين إلى أمريكا وأوروبا التي عانوا فيها في وقت سابق، بل وتجد أنهم يناصرون الحق الفلسطيني ويدعون لنبذ ممارسات الاحتلال وإنهائه وعدم استغلال الدين اليهودي لتحقيق مآرب الحركة الصهيونية. لا يزال قلب عربي يخفق في فلسطين، وهذا القلب يشعر به كل مغترب وكل ذي حق مسلوب بأن العودة أمر حتمي. تابعونا في الحلقة القادمة من رواية عبر منصة بودكاست موجة من TRT عربي.